وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. إذا ما ابتليت فكن صابرا بحكم الإله القوي المتين، فاصبر لكل مصيبة وتشلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وأبشر بنصر وفوز مبين، واعلم بأن الإله مع الصابرين. وإذا أردت مصيبة تسلو بها فتذكر مصابك في الحبيب محمد. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. الشوق حركني بغير تردد، والشعر أبحر في غرام محمد. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي. وإلى هنا أوصى فهيا رددوا: يا رب صلي على الحبيب محمد. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. مستمعين الكرام، ومواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الأم الراحلة التي عاشت طيبة وماتت طيبة، الأم التي حزنت الأرض على فراقها وفرحت السماء بقدوم روحها الطاهرة في هذه الأيام الطيبة المباركة. نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم آلها الصبر والسلوان، وأن يلحقنا بها على الإيمان الكامل غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. والإيمان والإسلام، ومواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة، فهيا بنا لنعيش ونتعايش في رحاب القرآن الكريم. مع ذلكم القارئ ابن القارئ الذي تربى في بيت القرآن الكريم، الذي استطاع بصوته وأدبه وخلقه أن يضع لنفسه بصمة في قلوب المحبين، القارئ الذي استطاع بأن تضيع مهنة والده من داخل البيت فحفظ القرآن الكريم وعمل بالإذاعات المصرية قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والقارئ بمصر والعالمين العربي والإسلامي، والملقب بعميد الجامعة الزناتية، والقارئ والمقيم بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية. أدعوه إلى منصة التلاوة، وأسأل الله العلي القدير أن يفتح عليه فتوح العارفين بالله، فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك،
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن إلا أن تتقوا منهم تقاة ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحب يذكركم الله نفسه وإلى الله المصير ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينك وبينه أمدا بعيدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا رؤوف بالعباد
يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كل يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل
عليك يا ابو سعيد. عليك طيب عليك يا شيخ محمود. ابو عنا وارضاه فتقبلها ربها بقبول حسن. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف فلها زكريا. وكف لها زكريا. وكف لها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت ومن عند الله قالت ومن عند الله
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله كلما دخل عليك زكريا المحراب وجد عندها رزقا أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند صدق الله العظيم. هو القرآن سيف في يدي، هو الدنيا، هو الآخرة، فهلا حرصنا حده سدا قويا، فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش أوضحها جليا، فتلكم نخلة في غير وقتها لمريم أثمرت ثمرا شهيا، إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جنيا. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في لحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي الشهير فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والقارئ بمصر والعالمين العربي والإسلامي، والملقب بعميد الجامعة الزناتية، والقارئ ابن القارئ الذي تربى في بيت القرآن الكريم والمقيم بمركز ومدينة كفر شكري بمحافظة القليوبية، كما نقلناها لكم عبر أسير شبكات إذاعتنا العاملة ومنتكرل الإذاعات الخارجية والصوتيات الحديثة المتنقلة عبر المحافظات، دارت المهندس مؤمن أنيس الفكهاني،
مقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. شكرا ايضا الى عميد مقاول الفراشة بجمهورية مصر العربية مهندس حسام الاصيل مقيم بمركز كفر شكري بمحافظة القليوبية. شكرا ايضا الى مصوري هذه الليلة الذي ينقلها لنا كل صباح وليلة عبر اسير شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت دارة المهندس ناصر صلاح المقيم بالزقازيق محافظة الشرقية. شكرا ايضا الى اصحاب الخدمات الفندقية المتميزة المتنقلة عبر المحافظات دار بوفيها الصفا متر محمد ابو المجد متر السيد وجيه اعلام الادب والواجب في كل مكان المقيمين بالزمرونية مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية. فبالاصلة عن الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة اسرة الام الراحلة حرم الحاج مجدي موسى باسم الحاج مجدي موسى استاذ علي مجدي السيد المقدم احمد مجدي استاذ محمود مجدي وجميع عائلات موسى الاكرمين وبكل من فيهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير الى السادة اصحاب الفضل والادب والواجب في كل مكان الذين اتوا مشاركين في تأدية واجب العزاء. شكرا ايضا الحاج احمد الصباحي السيد اللواء مجدي سيف اعلام ورموز الواجب في كل مكان الذين اتوا مشاركين في تأدية واجب العزاء. وتنايكة الايمان والاسلام ان هذا كان لكم جزاء ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شكرا ايضا الى استاذ الدكتور ناصر عطوة صاحب الادب والواجب في كل مكان وتنايكة الايمان والاسلام ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. والى هنا ينقطع الاتصال ونلتقي بحضراتكم عقب صلاة العشاء مباشرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.